عليكم الحباب، واشركم بركات عيد وتعود ان شاء الله يا ربي. هاد رمضان صراحه داز دغيا دغيا دغيا، مش بحال رمضان ديال العام الفايته. كانوا صراحه تقال. ان شاء الله تعيدوا مع احبابكم على خير يا ربي. صافي دابا غادي نوجد راسي، هو الاول غنمشي ندوش الصراحه، نقي حالي شي دغيا، نماكي شويه كنظن. المهم حوايج العيد ما نلبسهمش من الاول، حيت هذا غادي نوجد الطبلة وهذا الى اخره، باش ما يتوسخش. وصافي قولي اسمع، هو علاش ديري زي في حياتي بالسلامة؟ غنقول لكم على الحيط، انا دابا صوت شعري البارح ما بغيتش نخسرو، شفتو شي فزك ديال الماء، حيت كندير هاد القضية هكا باش حتى انه ما كيتعرقش. وصافي هادشي حبيبي اللي كاين. المهم غندوش كي قلت لكم ونوجد حالتي، وغنوريكم حوايج العيد ديالي وديال الاميره علي، داكشي كيت كيت وزويون زويون، كلشي داكشي تولت البارح. المهم اللي مهتم يبقى معايا، نتلاقاو من بعد. من فريش توني كان، غادي نستعمل هذا الماء ديالو، صراحه واعر وفيغان. برافو اميره، انا كندير في يدي صراحه حيت باش ما كيضيعش. صافي لا لا اميره ماشي هذا، لا 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 هو ديال المهم اللي غيتوني كنت انا هو توني كليت استعملتي، ماشي مشكل. المهم قبل المهم سميتو فريش من رينغانا، غادي نستعمل هذا السيروم من واحد الماركه يلاه خديت غير ماسك ديال بوت، غير نجربو فاش لي هذا السيروم هكا. إيس كلينيكال اكتيف سيروم، هذا من هاد الماركه إيس كلينيكال، كل سيروم ديالو نجربو. لا أميرة هذا تاع ماما ماشي تاع الصغار. لا أبا ماما انت كل شي ديال هادشي ملي درتي على وجهي داير بحال درتي الفيو على وجهك، كتحسي وجهك كيتنفس. وصافي هو الكريم ديال النهار والليل من لافيرا اللي كنت وريت اخر من اخر فيديو. لا بها راه دابا مديره الماكياج الاول اللي بالكم من تحت العين، الهالات السوداء. المهم غادي ندير ماكياج، انا قلت لكم مكياج العيد ولكن غندير مكياج المرفه كنديرو صافي. ما كنصبق ديما، كنصبق صراحه ديما عيني هما الاول، عاودوا وجهي. من هذا لوز باودر من لورا ميرسي، من راجلي والد كيتفرج فيها الرجالة سالين في التوجه، دوش حسن لبس حوايج وصافي، ماشي بحالنا حنايا كيخصنا وقت. قدي شعرك معاكي وهذا، والمكياج ماشي ضرورة ولكن المكياج مديور للنساء باش زعما يتقادو به. شوف مبقاش اللون هذا كونسيلر فاتح، كي قلت لكم كنلعب عليه. نجيب لمعة من واحد الماركة صراحة مغالياش، تمسات كاع سمية ديالها، واش من اسي وقيلة إلا كان من اسي سيو. المهم عندهم واحد اللمعة زوينة الصراحة، هاد اللون بحال هكا نديرها هنايا
الجفنة المتحركة. هناك إلى ليلتي. ندير أكيد هنايا العين هادي رسمتها هكا على العين رقيق. أنا كي كتشوف كنبدا بشرطة بهاكا هيك، لكن صافي خصني بغيت نوريكم كيفاش كنرسم الأيلاينر، ولكن المشكلة خصني نقرب المراية مزيان باش هذا يبان ليا. المهم كنرسم انا الصراحه الاينر اللي كنسمى من اناستازيا بافارلي هيلز، زعما هذا الاينر الايلاينر ديالهم غزال غزال. انا كناخذو هكا على شكل بوماده، انا عندي بحال هذا الشكل، ولكن صراحه ما كنعرفش ليه هذا كيخص كنخسر بيه عيني هذا الشكل، ما كنعرفش الرسم بيه. انا كنعرف الرسم هكا بشيتا عندهم، يعني هذا الشكل هكا رقيق. انا عندي باش كنعرف الرسم الايلاينر هذا غادي نجلخ بيه العين ما كنعرفش ليه. ممكن لي العكس كيعرف لهذا وما يعرفش لهذا، المهم ما كنعرف لهذا هو باش كنعرف الرسم كنحس بيه كنقدر نتحكم وصافي. انا ما خصني غادي ندور لكم باقي، خصني نقرب زيت المرايه وكنرسم. شتي كنرسم خط بحال هكا وديك الساعة كم دام، المهم ما واضحش، ضاحي وضاحي كنرسم بحال هكا كيبان لكم الخو، عاد كنبدا نعمر. هانتوما هاني رسمت الايلاينر، ممرة ما كيكونوا الصراحة مقادين، لكن حاولت نقادو، زعما ما كيكونوش خوت. إلا كيبان لكم راه جبدت فعليا، المهم راه حيت باش كنعمر هذا الخويات وصافي. الكونسيلر ماشي نفس الكونسيلر اللي درت فوق عيني، هذا كونسيلر من نارس اللي غيسول على المرأة اللي لون البشرة ديالهم بحالي. دارك بلاتي نشوف تأكد، ميديوم دارك جوج كراميل، ميديوم دارك تو كراميل. المهم هو أنا اللي كنستعمل هذا تحت عيني، بس زعما هو مكيخبيش زعما نقول لكم 100%، ولكن بعدا كاين ينقص. عرفتي ما عندي مشكل الهرمونات، قلت لك البنات لا راه فوق 15 كنزغب، والله ما مزغب، انا ما عندي كاع زغب فوق هنا، ولكن ملي كيكونوا عندي اضطرابات في الهرمونات كتبان عندي هاد الطبعه هاد الفوق اللي للاسف ما عنديش الحل ديالو حيت دابا حبسني الحمل. ما نعاودش لكم الحبوب بالطرطاق وبين الطبايع الى اخره، عرفتي ما حملتش راسي، ولكن ما نكذبش عليكم حبستو على قبل حيت كيدير لي الشقيقه ما والمنيش، ولي بزاف ديال من الحمل صراحه، مد لي بزاف ديال السلبيات وما بغيتش زعما ما حبيتش باقي نستعملو، اللهم بلاش. المهم باقي عندي غير عندي موعد ان شاء الله مع طبيبه اخصائيه في هادشي تاع الهرمونات، باش زعما واش تقدر تلقى ليا هذا بديل عوض اني ناخذ، حيت ما قال لي الحل الوحيد باش زعما هذا اللي غاكلتو تجيك مقاده الى اخره شحال من حاجه، قال لك الحل الوحيد هو ناخذ داك مليح حوتلي، او واش ناخذ هذا مليح من 30 عام ولا 40 سنه، راه من المستحيلات ما يمكنش. وقلت للراجل زعما اللي كيعرف شي واحد انا نمشي معاه، هو قلت البلاد ديال لي، وقال لي كيعرف وحده وصافي ان شاء الله غنمشيو عندها ونشوفو هذا واش زعما يكون شي حل وصافي. غير باش زعما يكون الهرمونات ديالي بقاو بالونس، يعني معتدلين، ماشي غنحبس مانع الحمل يتخربقوا ولا خديتو عاوتاني يتخربقوا، يعني غير حتى الا خديت داك مثلا شي حاجه تاع البالونس اللي غير الهرمونات من غير مانع الحمل، حتى الا حبستو يبقاو ليا الهرمونات زعما هذا كما هما، ما زعما ما يتخربقوش وصافي. ملي كنت كناخذ مانع الحمل قلت لكم شقيقه في الراس، عرفتي غير طالع لي الدم ما حملاش راسي، وغير كنقر مش كنقر كنقر، ولكن ديك اي حاجه درتها ما عجبانيش، اي حاجه مثلا ندرها لي راجلي ما كتعجبنيش، وقلت صافي مانع على الحاله وصافي. ملي حبستو دابا راه حابسه شي 4 شهور ولا 5 شهور، وحسيت راسي زعما ما نعاودش لكم فرحانه راشقه ليا وعندي القانه وشحال من حاجه عندي الخاطر اكثر من
من الاول صافي. هانتوما شتي راه كي قلت لكم الكونسيلر هذا من النارس كينقص شويه شويه بعدا كاين. شوفوا عندهم مخيره غطيت بيه حتى يعني نقدر كاع ما نلبس زعما ندير هذا الكريم الاساسي او الفون دو تان. المهم غنخلط ما بين جوج، ما بين اوربن ديكاي اول نايتر واتر بروف لونغ وير ليكويد فونديشن، وهنايا من كاموفلاج فول كفر يعني كيخبي مزيان من ارت ديكو. المهم انا كنستعمل في هادي الشيد النمره 9.0 من اوربن ديكاي، وبالنسبه لارت ديكو كنستعمل النمره 38 مكتوبه هنا في اللور كتكون 38.08 اكس. المهم 38 كنخلطهم حيت وحده غامقه شويه حيت مع وقت البرد وكيف تحلوني شويه كنخلط ما بين الغامق والفاتح. يلاه يلاه يعني هذه كتجيني في وقت البرد مزيانه هذيك، ولكن حيت يلاه كنا جينا في العطله باقي البشره ديالي غامقه كنستعمل كنخلطهم جوج. يعني هذه غامقه كنستعملها بوحدها في الصيف وزعما الا كان لون غامق، وهذه الا كان زعما لوني تفتح كنستعمل غير هذه، ولكن دابا حيت لوني ما بين وبين كندير غير هكا شويه لكم صافي. المهم حتى نشوف واش غادي نلقى هذا الحل تاع هاد الهرمونات. هما قالكين انهم يدكوا لي داك الابر تاع الاستروجين اللي خاصني، ولكن اللي سلبيه خايبه قال لك اكيد تقدري زعما حنا ما عرفناش. قال لك تصابي بمرض السرطان حيت كيطرى تغيرات في الهرمونات وصافي. قلت لا بلاش 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 ما نسببش ليا في زعما في راسي في الهلاك ولا هذا. والا مكتب على شي حاجه اكيد راه غادي نشوفوها. صافي هذا الشيء حبيبي اللي كاين. ما انتما قلت لكم خلطت ما بين الغامق والفاتح، وانا صراحه كنعجبني واحد البروسه خديتها غير من غوزمان من المهم ماشي شي سميتها فور يور بيوتي فور يور بيوتي فور يور بيوتي. علاش؟ حيت داير بحال تشكل مثلث وكنقدر نوصل حتى جهة عيني. ميك اب هذا فيكساتور ميك اب سبراي باقي نزيد كل هذا كنخلط. المهم تبان لكم فاتحه غادي تغمق بحال كتكسب صراحه. دابا على حسب حجباني انا كنستعمل هذا بينيفيت هذا قهوي غامق يعني بحال هكا. حيت انا عندي داك الميكرو بلينينغ اللي درت قديم صراحه ما عاودتوش ما قلتش باقي غادي نعاودو بهات، وكنتسنى غير يتحيد صراحه غير حيت دابا ولا قري فاتح غير كنغمقو صافي شويه. يعني هما هادو دابا على حسب فمي كنستعمل غير من اسي قلم هذا قوي اسمرت كيجي مع بحال هاد اللون هكا قوي كنترصي به فمي. عاد ولفت نقرب ديما كمارتي المرايا، ولكن اصلا حيت مكنشوفش مزيان بيتاك فمي عندهم كيبان لكم اللون. عاد كنجي من ماك هذا اللون بحال هكا نيود اللون، وكنجي واحد اغلبيه المتابعين كيسمعوا الاسماء شنو كان كتسمي راهي هذا القلم وهذا
انتم كيبان اللون. يا سلام خلعتني انا وتخلعت. معليش عندي دابا هذا الهايلايتر من اسي 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 من بين في التاوى كنت بالحق غير شوية غير هكا كندوزو خفيف ما كنكترش اصلا وجهي انا ما غليتش زعما غير شوية وصافي. ها غندوز النيف من قبل هادشي هكا كنشد غير بروسة بحال هكا كندير النيف انا ما كنديرش هذا بالكريم الاساسي بالشتا ديريكت ما نقولش عليكم ما كنديروش بارفي حيت انا اصلا ماشي زعما ميك اب ارتست كندير غير داكشي اللي كنعرف الصراحه. و دابا نجيب فراجو من نارس هاد اللون بحال هكا بالنسبه لواحد النمره كنقول ياك ما تكونش النمره ديال مسعد النمره او لا ماشي كاع النمره سميه سميتو دولسي فيتا ولا دولشي فيتا دول المهم نقرب لكم شي بان لكم سميه اكثر. هذه هي السميه تاع الفراج اللي كنستعمل. المهم بالنسبه للسمر كيكون حتى هكا فراجو ليموني. هذا السميه ديال هذا اللون جان نيود. المهم اللون صراحه كنستعمل هذا غوز كيعجبني. انا عندي طريقه مختلفه في وضع الميك اب الماكياج. دابا كملت هذا بالماكياج يعني الماكياج صراحه اللي كندير راه ماشي ماكياج عادي. انا هذه الموافي كندير مثلا خرج شي بلاصه صافي كيجيني صراحه ساهل ما صعيبش وصافي. راه درت ديجا الماسكارا درت ماسكارا من هذا توم فورد ايموشن بروف يعني واتر بروف يعني واخا تكب عليه الماء يبقى في بلاصتو. حيت عندي ما يدار في النار بغيت الماكياج يبقى في بلاصه. اصلا الفيكسات هذا ميك اب سبراي ما غاديش نستعمل حيت ديجا استعملتها في البروسه هذا في الماكياج ديالي يعني غير هكا وغيبقى الماكياج ديالي كلوي كلوي هو هذاك صافي. هادشي حبايبي نمشي دابا غنوجد اميره دغيا دغيا ومن بعد غادي حتى نفطر هذا عادي لبس ديك الساعه الحوايج العيد حيت كلشي غيتوسخ مع الفطور. خلاص الولد الصغار راه كي حتى حاجه ما كتبقى نقيه شي حاجه عاديه صافي. غنمشي نوجد الفطور هذا ونتلاقاو من بعد. لابسين حوايج عاديين شنو دابا نفطروا فيما كنصورو كنشدو كيتفوا ما عرفت علاش. اميره وريهم كسيوه فيما هاك سيوه. المهم كي قلت لكم حنا لابسين غير عادي وصافي حتى من بعد ونتفركسو.
تشوفوني خدمت هذا نقول لكم حيت انا مازال ما جات ودرت هنايا كاع داكشي الخبيزات اللي باش يبقاو سخان هانتوما راه شاعل عليه هذا باش يبقى دافي ندير غير الثانيه صافي اوكي اوكي كيبقى كاع داكشي اللي سخنت ما كيبردش كي من بغي نجبدو هذا جيسانا يكون سخون كيما الطبلة تقريبا واجدة صراحة غادي نتسنى غير نشوف سنة المهم صابت لينا قهوة أنا وراجلي كنتسنى غير سنة حيت معرفتش واش غتبغي تشرب قهوة ولا عتير المهم كاينين بجوج اللي بغا قهوة قهوة راه نصاوبها اللي بغا أتير راه ديجا واجد صافي ووجدت واحد الحلوة عاودت لكم واحد الحلوة واعرة واعرة المهم صابتها شي يومين هادي فيها الخدمة تاع يومين ولكن ما واعرة الصراحة ساهلة مالا خديت الوصفة من عند واحد الألمانية وعجبتني الحلوة ديالها بواحد الطريقة بسيطة يعني في متناول الجميع الصراحة وقلت لي المرة أخرى من عاد نصاوبها غادي نحط لكم الوصفة إن شاء الله وصافي وصوبتها وحطيتها لي على برا حيت برا هنايا هذا بارد هانتوما حاطاها تما راه مقفول على راه ما يدخليها هذا والو ومع هنايا حيت برا بارد والكوزينه عند الثلاجه عامره عندي وما لقيتش البلاصه في المخشي هذه كامله داكشي حطيتها هنايا وصافي هذا الحلوه يا لالا وي يا سلام انتما الحلوه كي داير الشكل ديالها هي هادي صافي بحال هكا كلها شوكولات وهنايا اللي الفوق درت فيه داك بحال اللوز مقرمش هكا حمرته فوق المقله وديكورت به هكا كطحني وكديري ليها الديكور بحال هكايا صافي وهادو تقولوا لي اسماء اشنو هادو غنوري لكم هانتوما غنوريكم دابا هاد اللعيبات اللي هنايا دايره بهم ديكور هنايا هاد الشكل اللي طات هكا راه غير من فيريرو هادي وي ملي كان عندك صراحه هادو تاع الشكلات هما اللي درت بهم ديكور هنايا وصافي يعني ماشي زعما بارفي بارفي راه يبان لكم غير من الشكل ديالها ولكن من المنظر ديالها كتبان زوينه المهم هادي هي طبيله تاع الفطور سنة وبغينا نقول لكم عيدكم مبروك عيدكم مبروك أمير قولي عيدكم مبروك ها ميلاد عيدكم مبروك لا ما بغيتش حيت اليوم عيد الفطر وعيد الاب كذلك اميره بصي بابا قول ليها بصي بصي بابا بصي بابا بصي بابا وين داس فين دي اميره داسيا داس فين دي اميره الفطور غنوريكم حوايج 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 العيد واعرين زوينين المهم وجدت هانتوما هكا غادي نعلق العيد خديت هذا جليلي بات جلابه لي وجلابه الاميره
وهذا صنيديله، انا مازال ما عرفتش نلبس هادي ولا هادي، ما بحيت عندي في جلابه دابا، وقيلا غنلبس هادي صافي. وهذا المجوهرات لي زاكسسوار تاع اميره، هادي هكا فيها هيلو كيتي، وهادي تاع العين بحال هكا، لي زاكسسوار تاع الشعر، وهذا باش اللي غنلبس هكا بخره، وهذا البخور، وهذا مكانه نديرو البخور. انا طاح ليا هادي اصلا ريحه البخور فنة. هاي تذكرت العديد يا سلام. حتى هذه خديتها من كنا ديك الساعه شحال هذه البرع منين ملي كنا في كازا قبل ما نولد اميره. البخور كيبقى، وهذا المبخر عندي، البخور اصلا كيبقى سنين، المبخره اللي كيبقى زوينه. راه مع صغير عرف مكتوب في المحل، وقيلا سميتو سويس اري اربيان من كازا، داك اللي كاين وقيلا في المول. الاميره صافي ماما صافي، هذا بخور اميره كيدير لي بحال هكا، شوفي كيدير لي بحال هكا، شوفي أميرة هي كيف العيط. خرجها على برا، راهي تطلق في الدار. زوينة. بالنسبه للمتابعين اللي غيسولوني هاد الجليبه اسما منين هذا خديتيها، مهم هاد الجليبه صيفطتها لي ماما من المغرب، وصلتني هنا في ديكس اكسبرس على حساب هذا العيد، وخيطت لي هذا ديالي وديال بنتي اميره، بصراحه ماشي شي حاجه غاليه، شي حاجه من هذا انزكا صافي، وقلت غير باش زعما نقضيو ونعديو صافي. صافي جات بهذا الشكل كيجي صراحه، وحتو بزويون واخا هكاك. اميره راه حطيت هذا تنعس صافي، حيت ملي كنا كنصور كتنقر صافي، حسيت عيات وانا نحطها تنعس صافي. غادي جمعت الدنيا شويه، غيجي عندنا صراحه ضيف، ما غاديش نقدر للاسف نكمل هذا الفيديو، يقدر الفيديو نكمل لكم في نهار اخر، حيت غيجيو عندنا ومعاه وليد الصغار، يعني صعيب باش نصور داكشي علاش. المهم العشاء غادي نتغداو باش فطرنا البارح، حيت باقي الثلاجه عامره، والعشاء غادي ندير طويجين، غادي نصاوب حريره، ندير شلاطه، داكشي اللي غادي هذا نوجد اليوم العشاء على حسب الضيف صافي. هادشي حبايبي اللي كاين، نتلاقاو معرفتش نتلاقاو اليوم ولا نتلاقاو غدا، المهم نتلاقاو من بعد.